لكن أمنيات بارل يبدو أنها ستكون ذات عقبات كبيرة فرضتها ظروف الدعم لأوكرانيا في الحرب وخلافات عدة. أول هذه الخلافات دبت بين جناحي الاتحاد الأوروبي الشرقي والغربي. فلطالما حذرت دول أوروبا الشرقية خاصة بولندا ودول البلطيق الجانب الغربي من روسيا من دون استجابة. وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا لتعزز وجهة النظر هذه. فالرجل قال إن السلطات الروسية تغذت من الاستياء والإذلال الناجمين عن تفكك الإمبراطورية السوفيتية. وزاد مصدر دبلوماسي فرنسي من حدة الخلاف بعد أن اعتبر أن بولندا ودول البلطيق بدأت تتصرف بغطرسة على اعتبار أن وجهة نظرها كانت صحيحة نحو روسيا. واعتبر المصدر أن الزعامة التي تحاول هذه الأطراف تسويقها لا تبنى على صحة توقع وإنما على القدرة على القيادة. لكن هناك هناك خلاف آخر أكثر خطورة، وهو الخلاف بين كبيري الاتحاد الأوروبي فرنسا وألمانيا. تمتد الخلافات في مجال الطاقة ومشاريع التسلح المشتركة حتى أن الطرفين أرجأا اجتماعا وزاريا مشتركا كان مقررا هذه الأيام إلى يناير القادم، كما ألغيا اجتماعا برلمانيا آخر. تؤكد السفيرة الفرنسية السابقة لدى الصين وبريطانيا سيلفي بيرمان أن علاقات باريس وبرلين تمر بلحظة عصيبة واضحة رغم أنهما تحاولان إيجاد حل توافقي. ويزيد من المشكلة أن المدد المنتظر من روما لن يأتي حاليا، خاصة بعد أن ترك رئيس الوزراء المؤيد للاتحاد الأوروبي ماريو دراغي منصبه لليمينية المتشددة جورجيا ميلوني. وتنقل فرانس براس عن وزيرة في الاتحاد الأوروبي قولها إن الاتحاد الأوروبي بات يفتقر عموما لمركز جاذبية واضح، خاصة بعد فشل تكوين المحور الفرنسي الإيطالي. أما ألمانيا فتبدو غارقة في مشكلاتها الداخلية، وهو ما أجبر المستشار أولاف شولتز على عدم إظهار كل إمكانياته الدبلوماسية بعد بحسب الوزيرة. أعتقد أنه ليس من الجيد لألمانيا أن تعزل نفسها عن دول أوروبا، يجب أن نحافظ على وحدتنا وأن نتجنب زعزعة الاستقرار. وهناك مشكلة يعاني منها الجناحان الشرقي والغربي في أوروبا معا الآن، وهي الإرهاق من طول الحرب الأوكرانية. العقوبات على روسيا سببت صدمة لأسعار الطاقة، واقتصاد القارة العجوز يعتمد بشكل شبه كامل على واردات المحروقات، لذا فهو يعاني أكثر من أي اقتصاد آخر. وتبدو ألمانيا طبعا في قلب هذه المعاناة، خاصة وأنها كانت تعتمد بنسبة تتجاوز 55% على واردات الغاز الروسي قبل اندلاع الحرب. ويزيد تفاقم المشكلة أن أوروبا تتصرف ببطء في توحيد مواقفها، إذ تختلف المصالح إلى حد بعيد بين الدول التي تعتمد على الطاقة النووية على غرار فرنسا، والدول مثل ألمانيا التي تستخدم الفحم، أو تلك الواقعة في وسط أوروبا والمرتبطة تاريخيا بالمحروقات الروسية. وبعد محادثات شاقة توافق قادة الاتحاد الأوروبي قبل أيام على خريطة طريق تهدف إلى وضع إجراءات في الأسابيع المقبلة للحد من ارتفاع أسعار الطاقة، لكن النقاط العالقة أجلت لمناقشات ستكون أكثر صعوبة في الأسابيع القادمة. وبعد وحدة واضحة في بداية العملية الروسية، يرى محللون أوروبيون أن ما يحدث الآن هو انعكاس للإرهاق وتضاؤل تدريجي متوقع للتوافق الأوروبي، خاصة وأن الدول باتت تجنح للتصرف المنفرد وفقا لظروفها الخاصة.